شوفوا التاريخ ما يظلم حتى واحد، لانه التاريخ اي انسان ولا اي شخصيه في العالم لما يدير حاجه مليحه حد تنذكر في التاريخ باللي دار حاجه مليحه، ولا درت حاجه عيانه حتنذكر باللي درت حاجه عيانه بالرغم من انك كنت في بلادك وهذاك الوقت صرت ناس يغطوا عليك، ولكن مع مرور الوقت غادي التاريخ يكتب باللي انت درت حاجه عيانه كما التاريخ الاسود تاع فرنسا في الجزائر. بصح علاش قلت لكم التاريخ ما يظلمش؟ لانه صح فرنسا دارت، ولكن في التاريخ كاين فرنسيين اللي هما ماشي كما نقولوا ماشي جزائريين، وين وقفوا مع الثوره الجزائريه في وقت وين كما نقولوا في عز الثوره، في عز يعني الثوره تاعنا، هاد الفرنسيين وقفوا مع الجزائر وحتى ولو مجاهدين مع الجزائريين، وحتى دوك خلاص ما ولوش فرنسيين ولو مجاهدين جزائريين. شكون هما كريم تفضل؟ كاين 8 شخصيات وما كاين بزاف، ولكن اليوم انا جبت 8 شخصيات بارزه اللي كان عندها دور كبير في مسانده الثوره الجزائريه، وهي شخصيه فرنسيه بالك الناس الكبار يعرفوهم وسمعوا بهم، ولكن الجيل خصنا احنا نتذكروا الحاجه المليحه اللي داروها بالرغم من انه فرنسي، ولكن لما دار حاجه مليحه التاريخ غادي يذكروا بالحاجات الملاح. كيف لانه هو يحس الانسان عالي وبيعرف الصح من الخطا، فهذا هو اللي دفعهم انهم يوقفوا مع الثوره. الشخصيه الاولى اللي هي شخصيه مشهوره بزاف عند الجزائريين اللي هو موريس اودان. اودان لا بلاس اودان ديجا فوالا بزاف بلايص مسميين على بلاس اودا، بس ما بعرف انه هو على شخصيه. وي ما كنتش عارف كريم. لا ما كنت بعرف. بلاس اودا مسميه على موريس اودا اللي هو فرنسي وين كان داعم الثوره الجزائريه، دوك نحكي لكم عليه. هو يعتبر من المناضلين الفرنسيين الذين دعموا الثوره الجزائريه ودعموا استقلال الجزائر عن فرنسا. ولد سنه 1932 في تونس، عمل استاذ رياضيات في جامعه الجزائر، كما كان مناضلا في الحزب الشيوعي الجزائري. أوقفته السلطات الاستعمارية سنة 1957 في عز الثورة بتهمة إيواء عناصر ناشطة في الحزب الشيوعي الجزائري، واقتادته إلى الاستنطاق، ومن ثم اختفى عن الأنظار موريس أودا من بعد حتى بعد الاستقلال باش ظهر المكان تاعو، وظهرت كشفت التحقيقات أن أودا مدفون في مقبرة بالبليدة غرب العاصمة بعد ما بقي لغز اختفائه مجهولا لسنوات طويلة. تحول موريس أودا إلى رمز للمناضلين في القضية الجزائرية الذين تم تعذيبهم وللحصول على معلومات أو لدفعهم لنكران القضية الجزائرية أو الانضمام إلى الجانب الفرنسي. هنا فرنسا كانت شغل حالي حاجة ضرتها بزاف، شغل كيفاش فرنسي يعني وجنسية فرنسية وهو الوطن تاعو فرنسا، كيفاش يجي ضد فرنسا مع الجزائر ويدعم الثورة؟ هذه الحاجة، وكانوا يسيوا الماكسيموم ويسيوا أكثر حاجة كيفاش يعني يخبوا هذه القضايا ويخبوا هذه الناس باش ما تنتشرش هذه الثقافة ولا هذه الأخبار، خاصة لما أنت في الخارج تسمع باللي إنسان صار ضد بلاده على جال البلاد راهي مستعمرتها باينه تحب تعرف عليها لانه ما حاش يثور من عدم. هذه الشخصيه الاولى. نروحوا الى شخصيه اخرى غادي كي نقولها على بالي حتعرفي لانه ثاني مسميين عليه بزاف اماكن. هنري مايو. سبيطار مايو. مسميين عليه سبيطار مايو اللي جاي في باب الواد. هو صحفي نهض الاستعمار الفرنسي، ولد سنة 1928 في حي المدينة بالعاصمة الجزائر في أبريل 1956. حول شاحنة كانت فيها أسلحة بها 132 مسدس و 140 رشاش ومهم بزاف أسلحة، وين هو يعني قدر يحول هذيك ينقل هذيك الشاحنة، وكانت فيها صناديق مملوءة تاني بالقنابل اليدوية اللي كانوا يديروا بها العمليات الفدائية في الجزائر العاصمة. حينما كان يخدم في الجيش الفرنسي ثم التحق بالثورة، هنا أسس ماريو هنري ما عرف بمقاتلون من أجل التحرير لتشكيل نواة مقاتلين شيوعيين ضد فرنسا. كتب في رسالة نشرتها جريدة باريسية: لست مسلما ولكنني جزائري من أصول أوروبية، أعتبر الجزائر وطني وعلي أن أقوم نحوه بكافة واجباتي كباقي أبناء الجزائر، ومن خلال تزويد المحاربين الجزائريين بالأسلحة التي يحتاجونها في كفاحهم التحرري. إني واعي كل الوعي بأني بهذا الموقف أقدم مصالح لبلدي ولشعبي.